بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب وكل عام وأنتم بألف خير. سؤالي: ما موقفكم من السيد موسى الصدر المخطوف من قبل الدولة الليبية؟ وشكرا. حياكم الله، تفضل شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الجريمة وهي الخطف جريمة مستنكرة ومدانة، لكن الشخص المخطوف ليس لمجرد أنه اختطف فإنا نكون معه، بل نحن أصحاب نظرة شمولية، لابد من سبر أغوار هذا الإنسان ومعرفة منهجه ومواقفه. نحن ضده، نحن ضده، لأنه كان منحرفا على الأقل في سلوكياته، في بعض آرائه. مثلا على سبيل المثال، إنه هو الذي صلى على المنحرف المعروف الشريعة، على الشريعة مثلا، يعني هو صلى عليه، والصلاة على منحرف بهذا الشكل بما يستدعي أو يوصم أو يفهم في الملأ العام بأنه نوع إقرار باحترامه الديني، باحترام الشخصية المصلى عليها دينيا، هذا أمر ممنوع. لا يستدل هنا بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى أحيانا على المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول. اقرأوا سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جيدا، تجدون أنه حين كان يضطر للصلاة على المنافقين كان يصلي عليهم بأربع تكبيرات إشعارا بنفاقهم. يعني هذه الصلاة تكون وبالا عليهم أصلا، أنه النبي ما دام صلى على هذا أربع تكبيرات فإذا معنى ذلك أنه منافق، فكانت هذه الصلاة صلاة إدانة، مو صلاة إكساب شرعية أو احترام لهذه الشخصية الميتة. هل يا ترى صلى موسى الصدر على شريعة الذي جاء في بعض آرائه بالكفر؟ كفر، يعني فقهاء عظام أفتوا بأنه أصلا كافر، هذا مرتد أصلا، فضلا عن ضلالاته الكثيرة وتأسيسه لبدعة التقسيم ما بين ما يسمى التشيع العلوي والتشيع الصفوي والخرطيات هذه. هل يا ترى حين صلى عليه صلى بأربع تكبيرات أم بخمس كما يصلى على المؤمن؟ لو صلى بأربع تكبيرات ما كنا مثلا ندينه بذلك، لا، صلى بخمس تكبيرات، إنا لا نعلم منه إلا خيرا، يعني لا نعلم منه إلا خيرا، فهذا يجعلنا ضده، ضد هذا الشخص. وله آراء انحرافية يعني. وعموما كان ممن يتخذ آلة الدين للدنيا، وهؤلاء حذرنا منهم الأئمة الأطهار عليهم السلام. أصلا أقول لكم شيء، هذا نفسه لما اختطف، أين اختطف؟ في ليبيا. في أي مناسبة؟ في مناسبة احتفال القذافي بثورة الفاتح من سبتمبر، يعني زمان وصولا للحكم، راح يشارك القذافي في الاحتفالات الكبرى بما فيها من يعني تدري بعد يعني أي أمور مخالفة للشرع، من غناء وموسيقى وكذا وإلى آخره من أمور، فراح يشارك هذا الظالم في احتفالاته. هذه بحد ذاتها جريمة، هذه جريمة شرعية بحد ذاتها. والأجرم منها أن هذه الاحتفالات تزامنت مع أيام شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، بل لعله في نفس الليلة أو نفس اليوم إذا ترجعون للتاريخ، يعني وافق الواحد من سبتمبر، هذا واحد سبتمبر وافق يوم أو ليلة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان، ومع ذلك رايح هذا الآغا ما شاء الله بعمامته، رايح يبتهج معهم، بدلا من أنه يفترض أن يحترم إمامه أمير المؤمنين عليه السلام، وهو سيد يفترض يحترم والده جده، فيلبس السواد ويجلس للعزاء، لكن لماذا ذهب إليه؟
ولابس لك اللباس العادية، يعني اللباس العادي لا سواد ولا شيء. السبب ما هو؟ كان هنالك تعامل مالي ما بين الطرفين. موسى الصدر كان يقبض أموال من القذافي، والقذافي آنذاك كان يوزع أموال. أولا هو استولى على بلد مثل ليبيا، وبلد غني، بلد نفطي ترى بالمناسبة، فكان يوزع أموال على كثير من الحركات والأحزاب والشخصيات، يشتري ولاءاتهم بمقابل أشياء معينة. هو ضج من موسى الصدر لأنه قبض منه أموالا وعمل على خلاف رغبته، يعني سوى العكس، لأنه كان يقبض من أكثر من طرف. فاحتدم الأمر فيما بينهما واشتبك معه فغيبه، اختطفه وغيبه، وأخيرا قتله، لأن القذافي كان يكره واحد يقبض من عنده فلوس بالملايين وبعدين يقوم شنو يقلب عليه أو يسوي شيء خلاف رغباته. يعني كان يكره هذه الحالة، فكان يؤمن بمبدأ الاغتيالات كذا كسائر الطغاة، يعني أكلتم تمري وعصيتم أمري، هذا ما كان يقبله. هذا جزاء الله عز وجل لهذه الشخصية، الشخصية التي تستهين بالدين، بقداسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بكرامتهم. أيام العزاء، أيام عزاء شكو رايح يم طاغية، أنت تروح تشاركه في احتفالات، أشوف ايش سوى بك. العكس صار، دفعت ثمن هذه المناصرة. وثم أنت تذهب وتصلي على شخصية إنسان منحرف جاء ببدع في الدين وأفتى فيه أو حكم عليه المراجع العظام بالضلال والفساد، تستهين بمشاعر أهل البيت عليهم السلام ومشاعر شيعتهم، فتصلي على هذا الشخص كما يصلى على المؤمنين وتصطف معه. هذا ناهيك عن تصريحاته التي تؤذي أهل البيت عليهم السلام، تلك التصريحات التي تشم منها رائحة البتر والبترية. هذا هو مصيرك يكون. فنحن لا يمكن لنا أن نقبل بهذه الشخصية أو نعبر عن احترامها دينيا، مع أننا بكل الأحوال ضد الاختطاف وضد أي نوع من الجرائم التي هي من هذا القبيل، لكن لعل هذا الذي حصل له هو من مجازات الله عز وجل له لما أحدث أو أجرم.